الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، 79 نبدأ في فصل جديد. جيد. طيب، قال المؤلف رحمة الله عليه: فصل في آداب الختم وما يتعلق به، وهذا فصل رائع جدا، انتبهوا له. إذا كان الإنسان مواظبا على ورده الذي يقرأه كل يوم، معنى أنه سيختم القرآن إما في شهرين، وإما في شهر، وإما في جمعتين، وإما في جمعة، وإما في ثلاثة أيام يختم، ولذة الختم عظيمة جدا. ولا شك أنكم عشتم هذه اللذة إذا كنت قد وصلت إلى سورة الناس أو الحزب الأخير أصلا، وستجد شوقا إلى إعادة الرجوع إلى أوله، وهذا لا يعيشه إلا المؤمن وإلا من يحب القرآن والقرآن يجري في عروقه. هذه لذة والله العظيم، لو يعلم بها الأغنياء لم يقرأوش قرآن، يعرفوا بلي كاينه لذة واحدة أخرى تعدل هذا اللذة اللي هي لذة ختم القرآن، والله لقاتلونا عليه. والإنسان لن يندم بعد الموت كندمه على عدم قراءة القرآن وختمه. ولهذا جدد الختمات كل مرة، علق قلبك بالنهاية والبداية، بالنهاية والبداية. لا يكن همك هو الختم، لا، لكن تصله، تصله رغما عنك ما دمت مواظبا على حزبك. ومن قرأ أربع ورقات فقط ما بين المغرب والعشاء سيختم في شهرين، ليقرأ ربع ورقات معدل حزب، ورقات ما وصفحات، يختم في شهرين. هذا إذا قرأ ربع ورقات في ربع ساعة ولا في عشر دقائق. أما اللي يهجر القرآن وما يختمش كله، ما يختمش أبدا، فالله المستعان، ولا شك أن قلبه في قسوة شديدة. قال المؤلف: وفيه مسائل. الأولى في وقته. قد تقدم أن الختم للقارئ وحده يستحب أن يكون في الصلاة، أي أفضل الختمات ما كان في الصلاة، إما في الصلوات مطلقا بحيث أنك تبدأ بسورة البقرة الفاتحة ووجه من البقرة، الركعة الثانية فاتحة والوجه الثاني، في العصر الفاتحة والوجه الثالث، الفاتحة والوجه الرابع، والمغرب الفاتحة والوجه الخامس، وهكذا هكذا تصبر روحك ختمت في أسبوعين، لاسيما إذا كنت طبق نفس الطريقة على النوافل، راتبة الظهر وراتبة المغرب وراتبة العشاء. إذا كان هذا حالك تسيب روحك قريت نحو 10 ورقات في اليوم، هذه إذا كان حالك، وبالتالي تختم في أسبوعين أو تختم في 20 يوم، هذا في مطلق الصلوات. أما في قيام الليل فقط، وهذا الذي يفعله علماؤنا كثيرا، أنه يختم في قيام الليل بعد العشاء بمدة، مش بعد العشاء مباشرة، لا يجوز، لكن السنة خلاف ذلك. صلي العشاء، صلي الراتبة، ترقد ولا تتعشى ولا تقرأ ولا واش دير، ثم بعدها تقوم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينام أول الليل دائما، وذلك فيه ما فيه من الحكم الروحية والصحية. ثم تستيقظ في وسطه أو في آخره، فتقوم بحزبين أو تقوم بحزب، أو مرة بحزب ومرة بحزبين ومرة بنصف، هذا الأفضل لاجتناب التخصيص، وإن كان التخصيص ليس حراما إلا إذا ألزمت به الناس، هنا يولي حرام، أما إذا تبنيته أنت فهذا جائز. تختم في صلاتك في قيام الليل، هذا هو الأكمل، هذا هو الأكمل. قال: وأنه يستحب أن يكون في ركعتي الفجر، لأن أفضل الصلوات الخمس اختلفوا فيها،
منهم من يقول الصلاة الوسطى وهي العصر بدليل النص، ومنهم من يقول لا إنما العشاء، ومنهم من يقول لا إنما الصبح، وفي كلها أدلة سبحان الله لتستفيد أن الصلاة كلها فاضلة وكلها لا يستغنى عن ببعضها عن بعض. المغرب ورد فيه أدلة، الصبح ورد فيه أدلة، الظهر أيضا، العصر أيضا، حتى أن الوسطى قال السلف وما أدرك، مش العلماء المتأخرين، السلف كلهم فسرها بصلاة، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. بعض السلف من الصحابة قال هي الفجر، بعض السلف من الصحابة قال هي الظهر، بعض السلف من الصحابة قال هي العصر، وهكذا كي تقدس الصلاة كلها، مش تفضل صلاة عن صلاة. أو ركعتي سنة المغرب، ركعتي سنة المغرب اللي تكون بعد صلاة المغرب، وفي ركعتي الفجر أفضل، وأنه يستحب أن يختم ختمة في أول النهار في دور، ويختم ختمة أخرى في أول الليل في دور آخر، أي عندك ختمتين. ونقول لك الآن الحمد لله من الله عز وجل علينا بآيات كثيرة من بينها المسموعات، هذا ما كانش موجود عند السلف. يعني من الأحسن أن يكون عندك في اليوم وردين، ورد مسموع وورد مقروء. قال مع الصبح تسمع حزبين من مسجل ولا من الهاتف، وفي الليل تقرأ حزبين، إما تتمة وإما تجديدا، يعني إما تتمة أو تأسيسا. إذا كان تأسيسا معناه إذا فتح لك شهرين معناها راح تختم القرآن مرتين، أو شهر مرتين، أو أسبوع مرتين. نقتصر على هذا، كاين حاجة حبيت نقولها برك، بالك المحاضرات تاع الأربعاء راح نخصصوها في أحكام الصيام، ها خاطش جاي رمضان، واني حاب تلاميذي على الأقل يصوموا رمضان هذا صيام سقم، ماشي كيما رمضانات اللي فاتت ربما، ها كثير من الناس يجهل.